الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، واليوم الأخير هنا للنادي الأهلي في تونس وبالتحديد في مدينة سوسة، وهو المكان اللي هيتلعب عليه مباراة الذهاب ما بين الأهلي والنجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد الدور نصف النهائي. مباراة هامة، استعدادات قوية جدا من قبل النادي الأهلي. خليني أقول لكم إن احنا دلوقتي متواجدين في المكان اللي فيه غرف لاعبي النادي الأهلي، واللي أكيد خلاص بيستعدوا بعد ساعات قليلة لبداية هذه المباراة. لكن خليني أقول لكم يوم النادي الأهلي ماشي النهاردة إزاي حتى موعد المباراة. النهاردة طبعا في ميعاد الفطار الساعة 10 الصبح، في ميعاد للغدا الساعة 2 طبعا الظهر، ده بتوقيت تونس. أيضا هيكون في محاضرة من الكابتن حسام البدري، وهي المحاضرة الأخيرة اللي هيتكلم فيها عن هذه المباراة والشكل والتكتيك اللي هيبتدي به هذه المباراة، وبالتحديد هتكون في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس. هيتم التحرك لاستاد الأولمبي بسوسة في تمام الساعة 4:30 مساء عشان ان شاء الله يوصل فريق النادي الاهلي قبل ساعه ونصف بالتحديد من بدايه هذه المباراه، والمقرر ان هي تبتدي ان شاء الله في تمام الساعه 6:30 مساء بتوقيت تونس، 7:30 مساء بتوقيت القاهره. بشكل عام الاجواء جيده، بشكل عام لاعبي النادي الاهلي مستعدين بشكل كبير جدا لهذه المباراه. ان شاء الله نتمنى ان الفريق يكون موفق، وان شاء الله نتمنى ان هم يؤدوا اداء جيد جدا، وان شاء الله كابتن حسام البدري يكون موفق في اختيار التشكيل المناسب للبدء بهذه المباراة عشان إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية، وياريت تكون طبعا الفوز عشان تدينا أريحية في مشوارنا نحو التأهل للدور النهائي من هذه البطولة، ومن ثم تحقيق هذه البطولة الهامة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي.